يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم وثواكم. أهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج حاد الرك، والحلقة 102، ووردي اليوم بإذن الله تعالى من الآية 84 إلى الآية 87، ومعنا ضيف ضيف دائم على برنامج حاد الرك، الشيخ مروان يحيى. منور الشيخ مروان. الله يكرمك بنور فضيلتكم، ويعني أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. جزاكم الله خيرا. وزي الأزاري ما شاء الله منور، ربنا يبارك فيكم، عينك هي التي ترى كل جميل. الله يرفع قدرك سيدنا، ربنا يبارك فيك. نبدأ بإذن الله تعالى الورد مع الشيخ مروان يحيى، واللي حابب يتواصل معنا بإذن الله تعالى في الوقت المتبقي من الحلقة يتصل علينا بإذن الله تعالى. يبدأ الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد أصدق من الله حديثا. بارك الله فيك شيخ مروان، إن شاء الله القراءة طيبة جدا كما اعتدنا يعني وكما تعودنا منكم على هذا. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا. آمين ربا. طبعا الحلقات بتاعتك معي بتبقى فيها يعني شيء من النقاش، أنا أسميها نقاش ليست المناكفة. لا لا لا، النقاش بإذن الله تعالى اللي أنا أحسب أنه بيفيد مشاهدينا الكرام. نبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى في الآية الأولى وقوله تعالى في الآية 84 من سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقف حسن. نعم. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقف كاف. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقف تام للبدء بعده بالشرط. نعم. طيب احنا كده تكلمنا عن وقوفات الآية، أخطاء شائعة بقى ويعني وأنت أستاذ في هذا. عفوا نتعلم من فضيلتكم سيدي الفاضل. أولا طبعا كما تعودنا مع فضيلتكم ونتعلم من حضراتكم قول الحق تبارك وتعالى فقاتل. هناخد اليوم مسألة فصل المفخم عن المرقق اللي كثير من الناس بيقع فيه. يعني لو حضرتك دائما المتصلين على سبيل المثال كلمة الشيطان
نعم. كم مرة حضرتك ما شاء الله كثيرا كثيرا يقول لك إيه الشيطان وما نعم. شابه ذلك. تمام. هو لو أن الإنسان يصل بفضل الله عز وجل إلى فصل المفخم عن المرقق كما يسأل الكثير. أنا عندي وجهة نظري حاجتين سيدي الفاضل بفضل من الله نصل لإتقان فصل المفخم عن المرقق. نعم. وجهة نظري وأرجو أن حضرتك لو في إضافة أو تصوب لي. نسمع الشيخ الحصري قائم نائم رايح جاي فقط لا غير. نعم. تمام. لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد جعل له في هذا الباب نصيب كبير. نعم. فضل الله تعالى. ومحدش أبدا ينكر هذا ولا يختلف عليه. لا لا ده اتفقت الأمة على إتقان الشيخ وأنه هي من أتقن أهل الأرض في عصره. نعم رحمه الله رحمة واسعة وعلى قرائنا وعلمائنا. اللهم أمين. فنسمعه كثيرا وأنا مش عايزك تقرأ معاه، أنا عايزك تسمع وبعد كده ممكن توقف وتبدأ تقرأ معاه. تمام. الحاجة الثانية أن يقطع الكلمة سيدي الفاضل تقطيعا منضبطا، يعني مثلا كلمة مخمصة تمام، الميم مالها مرقق، الخاء مفخم، الصاد مفخم، وهكذا ميم مرقق وهكذا. طيب لما يجي يقول لي مخمصة مش هيقدر يستخلص. نعم. لكن لو قطع كده وقال مخ ما ما مخ ما مصة وهكذا. تمام. فاللي بيجي يدخل سيد الفاضل يقول لك ايه فقاتل. طيب يعني تخيل هو حرف واحد وظلم الباقي. نعم. القاف حرف مفخم، طب وبقية الكلمة مرققة. طيب فأنا أقول كده فقاتل. تمام. الابتسامة البسيطة بتاعتنا بعد خروجي فيها دايما. أيوة الله يفتح عليك، ربنا يبارك فيك. بعد خروجي من حرف الحرف المستعلي. تمام. الذي ينتج عنه تفخيم، فأقول فقاتل في سبيل الله. يبقى في عندنا يعني حاجتين بيساعدونا. جميل. تمام. فضل. الحاجة الأولى إن أنا أسمع. نعم صحيح. واستقبل وخرج الذي استقبلته بشكل صحيح. جميل. الحاجة الثانية إن أنا أقطع الإيه الكلمة إلى حروف أفصل فيها بين المفخم والمرقق بهيئات، الهيئات دي بتساعدني كتير جدا جدا. جميل. وطبعا ده سيد الفضل ما يكونش في وقت تعبدي، يعني أنا بقرأ بتعبد لله وأناجي الله عز وجل بكلامه، مش هقعد أقول كده مخ ما 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 صح وأقعد أعمل كده. ده مقام التعلم فقط. تمام. لكن مقام التعبد أو في الصلاة لا، اقرأ وإن شاء الله عز وجل ربنا يتقبل إن شاء الله. ما دمت تتعلم. أيوه. لأن المشقة شرط. صحيح. لان حضرتك يبقى في اجرين على الايه على القراءه. لا. لحتى لو كانت خطا لازم يكون في مشقه في المساله. مظبوط. تمام. طبعا عندي بس في نفس الكلمه خطا برضو منتشر جدا، يعني اذا بدات الايه بواو او بفاء احسنتم بتذهب. نعم صحيح. يعني انا ممكن اقرا كده اقاتل في سبيل الله تاني فقاتل فقاتل فقاتل، يبقى اللي انا سمعته القاف بس. اه للأسف الفاء والواو حروف سهل جدا أن تسقط من القارئ إذا بدأ بها الآية. نعم. فاحذر، لابد من تمكين مخرج الفاء. نعم. فا فقا، لكن فقاتل فقاتل ما تنفع كثيرا سيدي الفاضل. الفاء والواو ما نقوله الواو. نعم. بارك الله فيكم. أنا يعني أقصد مثال آخر. أيضا مثال سيدي الفاضل للواو، يعني مثلا والله غفور رحيم. نعم. بعض الناس يخطئ فيها والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. تمام. والله عزيز حكيم. والله يا عم الله يكرمك هي والله. نعم صحيح بارك الله فيك. والله العظيم انت ولاد حلال. وانت كمان يا شيخنا جزاكم الله خيرا بارك الله. طيب ايه تاني من اخطاء بنسمعها في هذه الايه طبعا الكريمة؟ احنا دائما مساله الراء المشدده المكسوره عامله لكثير من الناس، وحتى انا معتقد قبل ان ندخل الاستوديو سيدي الفاضل وعلى الهواء ان حضرتك قلت لي ايه وحرض. تمام. فقلت بس ناخذ الخطا دوت اللي قاله فضيله الشيخ اشرف. طبعا حضرتك قلتها باتقان بفضل الله. الله يرفع قدرك. لكن احنا هناخدها الخطا المنتشر. نعم. سيدي الفاضل الكلمه كلها مرققه عدا الضاد. طيب بس لو هو كمان بص حضرتك ان الضاد واخده ادنى المراتب ضعيفه ماشي وسهله هي كويسه اضعف من من المفتوحه والمضمومه. تمام. تمام كده. فماذا نقول؟ اقول وحرض المؤمنين، وكان الهيئه كلها هي واحده. نعم. عدا طبعا بس الضاد والحاء كمان، بس اقصد الحاء نفسها. نعم. من جهه الشكل نفسها مفتوحه، افتح بس الحنك الاعلى وبعد ذلك هاخد الكسر معي وانا نازل بخلاف. نعم. السكون طبعا الذي هو ايه في الراء، فأقول وحرضي وحرضي. تمام. مش أقول وحرضي. تمام. شوف الصورة الذهنية اللي حطتها في ذهنه أنه يأتي بإيه بحرف مفخمين. نعم. سيدي الفاضل. فضل. شيخ مروان أنت عارف حضرتك أنا دايما بستعير طبعا من كلامنا العادي وبعض الألفاظ اللي احنا بنقولها في حياتنا العادية. نعم. يقول لك ده فلان خدوه تحري. سمعت حد قال
فلان خدوه تحري؟ ابدا استحاله ابدا. طب هات انت بقى ايه وحري وهيخش عضاد. الله جميل جميل. فانا قصدي اقول ان انت في كلامك العادي ما عندكش مشكله فيها. ليه في القران نكبر الدنيا؟ وزي ايه تقول لي والله العظيم انا عملت كذا، والله ما شاء الله، الله ايه الجمال ده، وليه في القران والله الله ليش؟ التكلف الزائد سيدي الفاضل دون ضوابط ليس محمودا بل هو مذموما. نعم. بس ودوت كما قال ابن الجزري رحمه الله. نعم. طيب اخطاء ثانيه قول الحق تبارك وتعالى وحرض المؤمنين. كلمه المؤمنين فيها همزه قطع معي، وطبعا الهمزه على هيكل الواو. نعم. تمام كده. فنخلي بالنا طبعا سيدي الفاضل الهمزه الساكنه دائما انا بحاول احذر منها انها تحرك. بس اترجم بس على هيكل الواو يعني مرسومه على الواو. نعم. بس بترجم بس كده هيكل دي جديده شويه. نعم بارك الله فيك سيدي. يعني الكرسي بتاعها هو الواو، فانا بالتالي هي همزه. الكرسي بتاعها الياء هي همزه. نعم. الكرسي بتاعها الالف هي همزه. صحيح. اتفضل يا سيدي. بارك الله فيكم سيدي. الله يكرمك. جزاكم الله خير. طبعا المصطلح دوت كلمة الهيكل كنت قد اطلعت عليه في كتاب للدكتور محمد الحبش القراءات المتواترة. ما شاء الله. فيعني لا 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 ما هو انا قصدي اقول ايه ان أيوة هو مش منتشر. اي صحيح. خلينا في الايه في الاسهل. لا لا ليس مشهورا صحيح. نعم نعم. بارك الله فيكم سيدي الفاضل. فماذا نقول وما الخطأ؟ الخطأ الاول يقول ايه؟ وحرض المؤمنين اللي هو تحريك الهمزة او قلقلتها. ايه ليه ليه؟ ما اذا انت الاسهل بالنسبة لك انت عملت جهد لما حركت. الأسهل بالنسبة لك ماذا؟ أنك تسكن وتحقق السكون. نعم. فتقول وحرض المؤمنين. تمام. بس. ما شاء الله عليك. بارك الله. طيب خطأ كمان؟ خطأ كمان. قول الحق تبارك وتعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يلا تعالى نرجع تاني سيدي الفاضل لفصل المفخم عن المرقق. ليه بتدخل تقول لي كفروا؟ ليه؟ ليه بتفخم لي الكاف والفاء؟ تمام كده؟ والراء هي اللي مفخمة فقط. تمام. فأقول كفى. تعرف تقول أنت عمرك ما جيت قلت لي وكفى بالله؟ أبدا. عمرك أبدا ما هتقولها كده حتى استساغة حتى لو أنت مبتدئ. ليه 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 وكفى صح؟ بس بس هو دوت أنا محتاجه. فأنت لو هتقول وكفى بالله وكيلة. نعم. قول لي برضو كل كلمة كفروا في القرآن كفى وبعد تعالى بس على الراء فتفخمها. نعم. وأنا برضو أجيب خطأ معكوس بعضهم قد يأتي بالترقيق على الراء. تمام. نعم. فيقول إيه كفروا. وهذا هذا غير مقبول غير حتى مش مستساغ يعني. يعني لو الراء مرققه ماشي تقبل ده صحيح، لكن حتى ورش من يرقق الراء المحركه بفتح او بضم ما يقول اذا كسر ما قبلها وجاء قبلها ياء صحيح ما يقراش كده ابدا ابدا. نعم صحيح. طب انا في خطا برضو ايه؟ اتفضل سيدي. وده في يعني في تشابه في الالفاظ. اتفضل. عندنا في القران عصى وعسى. صحيح. صح صح. وعصى فعصى ادم. وهنا عندنا عصى الله. نعم. فانت اوعى تجيب السين صاد عشان اللام المغلظه بتاعت اسم الجلاله، ما هي نفس القصه. ما تنفعش نقراها وحرض المؤمنين عصى الله. يا اخي اتق الله. عصى دي هتبقى مصيبه. طبعا طبعا. وفي حق ده عصى درجاء. عصى درجاء. ايوه تمام. هذا رجاء وعصى من العصيان. صحيح. وهذا في حق من؟ وحق النبي صلى الله عليه وسلم. حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اهو دوت ادل دليل سيدي الفاضل. لما ابن الجزر رحمه الله يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل. ألم ينزل الله عز وجل القرآن بهذه الهيئة مرتلا مجودا؟ قال الله تعالى في سورة الفرقان ورتلناه ترتيلا. وقوله تعالى في سورة المزمل في الآية الرابعة ورتل القرآن ترتيلا. نعم. تمام. أي قرأه على تؤدة ومهل. وحتى كان كنت قد وقفت في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله. نعم. ماذا قال سيدي الفاضل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ لأن بعض الفقهاء لما كنت أجلس معهم يقول لي على فكرة أدلة المجودين وبتوع القراءات ورتل القرآن ترتيلا أنه فعل امر والامر للوجوب الا اذا صرفته قرينة الاستحباب. ده بعضهم يقول طالما بعيد عن التشكيل بعض الاخطاء مقبوله. ماشي تمام. فماذا يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله؟ آه ومن هو؟ هو شيخ المحققين. نعم. وكتابه هو مرجع للعالم قبل ان يكون لطويل بالعلم. نعم. ولا طالب العلم. فماذا يقول؟ واريد بترتيل القران ترتيل قراءته. نعم. ليه؟ احنا عندنا كمان ابن الجزري. طب هو طبعًا. من هو؟ لا فقيه على فكره. ابن الجزري فقيه اصلا. انا اقصد ما طبعا هو محدث. هو ابن الجزري رحمه الله سيدي الفاضل
الأصل وبابه وتخصصه القراءات وله مشاركات في العلم. ما حدش أنا أقول إن هو اللي طبعا له يعني في الفقه وفي الروايات والكلام ده ممسك بحبل من كل علم. نعم رحمه الله صحيح. وحرم على القارئ أن يقرأ بغير أحكام التجويد. طبعا طبعا أنا سيدي الفاضل أنا لماذا استشهدت بالطاهر بن عاشور؟ على أساس إن هو ليس مفسر لا يعني متخصص مش لا أنا عايز التجويد. أنا عايز أحسنت ربنا يبارك في حضرتك. لا ده أنا عايز أرد له العلم في بابه. نعم. نعم. فهو مفسر. نعم. ده بخلاف ان هو جامع ما شاء نعم. الله نعم. لكن وموسوعة. لكن انا عايز اقول اهو ادي المفسر قال هذا واريد نعم. بترتيله ترتيل قراءته. نعم. نعم. طب عصا وعصا بقى ما هو ذكرها ابن الجزري في نعم. في المقدمة. نعم. قال ورقي خم مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيما من لفظ قال لفظ الحمد يعوذ واهدنا الله لا ما الهي بس مش عايز مش حاضرني تمام البيت خوف اشتباهي بمحظور العصا تمام كده تمام. هو ابن الجزري في هذا الباب اصلا خص وقال باب التحذيرات نعم. ان حد يقع وباء برق وكذلك نعم. وما شبه ذلك نعم. فهو ابن الجزري رحمه الله كما تفضلت حضرتك سيدي الفاضل انه ياتي بكلمات في القران الكريم تمام تتلبس على كثير من الناس ان يقرؤوها خطا زي ما حضرتك تكلمت ايوه كما هذه الايه في المتشابه اللفظي تمام. ان السين يبدلها صاد والصاد يبدلها سين. وسيد الفاضل احنا هنروح بعيد كمان ليه ده احنا عندنا في سوره الفاتحه قال وخلص انفتاحها محذورا عصا جميل. خوف اشتباهي بمحذور عسى الله جميل احسنتم احسنتم بارك الله فيكم فضل. جزاكم الله خيرا وحفظ الله عليك ذاكرتك الله يحفظك سيدنا اللهم امين. فحضرتك هنروح بعيد في سوره الفاتحه اهدنا الصراط الصراط فبيبدل الطاء تاء خالصه نعم. هذا لا تصح. واحنا عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من لم يصلي بام الكتاب فلا صلاه له. قال ابن عثيمين رحمه الله فمن ترك تشديده من تشديدات الفاتحه بطلت صلاته. فتخيل المساله انا اظن ده اتفاق امه على ان اللحن الجلي في الفاتحه يبطل الصلاه صحيح يعني. صحيح اللحن الجلي فعلا الذي في الفاتحه صحيح ما بنسمع غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده مشهور في مصر وبعض الدول ما ينفعش هي الضالين ولا الضالين ولا الطالين ايوه صحيح المعنى يتغير صحيح صحيح. طيب ننتقل للايه التي تليها باذن الله تعالى الايه 85 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة ينفع هنا؟ لا دي مصيبة طبعا. أنا ليه وقفت وطولت شوية عشان أقف هنا عشان أقول لحضرتك دي شيخنا الحبيب تفضل من المتقابلات في القرآن نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا نعم. دي متقابلات. الوقف على المتقابل الأول يبقى من قبيل الحسن حتى لا يلتبس على السامع أو لا يقع حتى لا يقع القارئ في تحريف نعم. المقصود الله من الآية صحيح. يا إما نكمل المتقابلين الاثنين مع بعض صحيح والوقف في الحالة دي هيكون إيه من قبيل الإيه الكافي يا إما حضرتك تقف على المتقابل الأول صحيح. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها نعم. وقف طالما مش قادر تكمل لحد منها الثانية نعم نعم مظبوط. لان انا لو وقفت في اي موضع بعد كده هيبقى فيه اهام صحيح تمام. فاحنا هنقول من قبيل الحسن وانا يعني مع هذا الرأي انها من قبيل الحسن للتقابل نعم تمام نعم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقف كاف والله وكان الله على كل شيء مقيتا وقف تام نعم احسنتم بارك الله فيكم سيدي واذا لي يعني ان اتي اشارك بشيء في الوقف والابتداء هنا بارك الله فيكم. فضيله الشيخ اشرف قال كلام في غايه الاهميه نخلي بالنا في المقابلات في القران الكريم يعني سيدي الفاضل تخيل بقى ان هذه المقابلات تكون في جانب الله عز وجل تبقى مصيبه يعني تعالى اللي بيقرا كده تمام يروح قايل لك للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله والعياذ بالله شوف تخيل يقف على لفظ الجلاله بهذا الوصف عطف على ما قبله نعم. نعم. تمام فربنا يبارك فيكم ويحفظكم نخلي بالنا حتى اللي نفسه قصير اقول دائما القران جمل نعم. يعني ايه القران جمل انا لما اقرا كده سيدي الفاضل بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الأعلى
وهو العزيز الحكيم. خلصت. هل أنا سيدي الفاضل وقفت على قبيح؟ لا 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 خالص. طيب بينت المعنى، بينت المراد. ولو يعني أنا يعني ده برضو من ضمن اللي يعني ما تعلمته من الوقف والابتداء. نعم. إن أنا ممكن أقف على وقف ربما يكون موهم شوية، يعني ما يكونش فيه تمام للمعنى. صحيح. أفضل من القبح. آه طبعا طبعا. يعني أنا ممكن أقف على مكان ما في مشكلة فيه، لكن أبدأ بقبيح أو أقف على قبيح هذا لا يصح. ممكن أضرب مثال سيدي الفاضل طبعا. عشان المشاهد يستفيد. يعني أنا لو قلت كده قول الحق تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. أنا كنت لسه أقول المثل ده والله. سبحان الله. لأنه ده المثل عشان ما الموصولة. القلوب. نعم. الحمد لله. ربنا يجمعنا دائما على الخير. بس فأنا عايز بس حبيت إن أنا ألفت النظر إن دوت اللي يقصده فضيلة الشيخ أشرف دوت مهم. أي نعم ما وقفتش على قبيح، بس هذا مهم ودوت أفضل بكثير من إن أنا أحاول أكمل. واقف في موضع عافر. لا لا أنا مش محتاج المعافرة دي. نعم. سنت. آخر شيء سيدي الفاضل، حضرتك تكلمت عن مقابلات، هتكلم أنا بشيء بقى تاني ألا وهو اسمه الإزدواج. نعم. كما قال على ما أعتقد كان الإمام من يحيى بن يعمر على ما أعتقد. نعم. أرجو أن أكون متذكر. يحيى بن يعمر بيقول: لا تقف عند المزدوج بل أكمله ولا تفصل بينهما. نعم. يعني إيه المزدوج بقى ده؟ بخلاف اللي فضلت الشيخ أشرف تكلمنا فيه. بخلاف المتقابل. تمام. يعني قول الحق تبارك وتعالى في قول الحق تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. هو عند الإمام بيقول لك لا ما تفصلش، ما تقولش ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. تمام. والجمهور على ما اعتقد على الفصل ممكن ما فيش مشاكل يكون لأن وقف جائز. المعنى ما فيهوش صح كده. فهنا انا وقفت سيد الفضل في قراءتي لو لاحظت، فقلت من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. نعم. ثم بعد ذلك قلت: ومن يشفع شفاعة سيئة. عشان عشان ايه بقى؟ عشان اللي حضرتك قلته ان انا لا اقف على قبيح. نعم نعم بس نعم. بارك الله. وبرضه وقفه حسن. أيوة. ما في خلاف يعني. ايوه تمام. بارك الله. طيب اخطاء شائعه بقى في الايه سيدي الفاضل قول الحق تبارك وتعالى. طبعا عندنا لو تلاحظ سيدي الفاضل الايه ديت فيها كثير من الغنن، فكثير من الناس ما بيمكنش الغنن. يعني يبدا كده من يشفع شفاعه حسنه ياكل كل دوت ده فيها غنن كثيره. تمام. فنخلي بالنا من تمكين الغنن في هذه الايه. واما الخطا خاصه كمان من خطا تاني ان انا عندي غنن هنا الغنن مع حرف الياء. ايوه تمام؟ في كتير. ودي لينا كمان عند سيدنا خلف عن حمزه. تمام. أيوة. له الادغام بغير غنه. الله اكبر. فانت لو حضرتك عملت كده انت بتركب قراءه على قراءه. الله اكبر الله اكبر. فناخد بالنا من ده خالص يعني. بارك الله يعني أكبر. يعني سيدنا الامام يعني خلف يقول: ومن يشفع ومن يشفع. نعم نعم. فانا ما ينفعش نقول ومن يشفع هنا في حفص، لان كل القراء غير من طريق الشاطبيه غير سيدنا الامام خلف عن سيدنا حمزه، وكلهم ساداتنا طبعا 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 رضي الله عنه رضي الله عنهم. يبقى لازما سيدي الفاضل ان احنا نراعي روايه حفص من طريق الشاطبي. تمام. طيب خطا اخير في هذه الايه كلمه مقيتا. نعم. تمام. واسم الله المقيت لم ياتي مره واحده في هذا في نعم. هذا الموضع فقط في نعم. القران الكريم. تمام. فيدخل لك كده يا سيدي يقول لك ايه مقي ليه كده ليه زي المتقي المستقيم. ما هي زيها بالظبط. والله ما تسمعش ايه بسمع سيدي. ده في الاكتر من كده. يعني ممكن يقول لك ايه مقيتة وشدد القاف. غلط طبعا. نعم نعم سيدي الفاضل بارك الله فيك. فالكلمه نفسها القاف نفسها مكسوره واخده اذا ما حضراتكم بتعلمونا واخده ادنى المراتب. نعم. فاقول مقيتة واسمح لي ان ابين للمشاهد انا مش هقول مقي ولا مكي عشان بعض الناس تيجي تقول لك ايه يعني انا مثلا اصلي للناس كيف. ايوه اجي اصلي اهدنا الصراط المستقيم فلاقي كل واحد جاي لي كده انت بتقلب القاف ليه يا شيخ كاف. اقول له يا عم الحاج والله هي دي قاف والله. انا عايز اقول لك على حاجه كمان. انت حضرتك عشان تجيبها كاف طب هاتها كاف كده من باب البيان. انت هتعمل مجهود. طب هاتها كده ومشاهدينا الكرام يشوفوا انت هتعمل ايه. المستكي يعمل ايه كده. نعم ده غلط. هي اصلا يعني هي عشان تبدل القاف بكاف تحتاج الى مجهود. صحيح. فلو سبت نفسك هتقول ايه المستقيم بس هي دي مقيتة. نعم نعم
وطبعا نخلي بالنا إبدال الحرف بالحرف دوت لحن جلي في المبنى والمعنى. لكن يمكن ها أقل قبحا سنا اللي يقول لي إيه مقيتة، هو جاب قاف بس ليست محققة الحركة. فنقول وكان الله على كل شيء مقيتا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب منها بقى في الموضعين الاثنين انا ومقيتا كمان بقف على ألف. نعم. حدث ولا حرج. نعم. نصيب منها كفل منها غلط. مقيتا غلط، بجيب همزه غلط طبعا. اوعى تقطع على الالف. طبعا احنا عندنا ممكن نقف على الثلاث وقفات. نعم. ودي اللي احنا يعني حددناه في الوقف في هذه الايه، فاحذر انك تقطع الصوت. ابن الجزري يقول حروف مد للهواء تنتهي. مظبوط، اي تنتهي بانتهاء الهواء المحمل بالصوت. نعم. كله بيمشي مع بعضه ويخلص. لو قطعت صوت وقطعت نفس في وقت واحد، ده مخرج مين يا عم الشيخ؟ مخرج الهمزة. يبقى انا اتيت بحرف وزدت في القرآن ما ليس فيه. وفي بقى اللي بايه بيطولها قوي، يقول لك ايه مقيتا. انا ما اعرفش بيعملوها ازاي بصراحه، انا يعني ما بعرفش اقلد. فتلاقيه ايه واخد ايه واخد اربع حركات في الالف، والالف هنا ما ينفعش ان هو يمد. بارك الله فيكم، اضحك الله سنكم سيدي الفاضل. هو كل الحكايه سيدي الفاضل ان من لم يطوع احكام التلاوه لاحكام النغم خلاص، اللي هو ان هنقول فطري، انا مش عايزك تدرس. تمام. الكل بيجيب النغم ويطوعه على اساس التجويد، لا، احنا محتاجين التعلم نفسه. ايه هو التعلم؟ ورتل القران ترتيلا. التجويد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته ترسلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ننتقل للايه قبل الاخيره. تفضل. الآية 86 من سورة النساء اللي لسه بيتابعنا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقف كاف. نعم. إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقف تام. يبقى عندنا وقفين في هذه الآية. وقفين صحيح. نعم. بارك الله فيكم سيدي الفاضل وأحسن الله إليكم. قوله تعالى وإذا حييتم، نخلي بالنا عندنا كم ياء؟ عندنا ثلاث ياءات، ياء مشددة بها ساكن ثم متحرك ثم بعد ذلك ياء مادية. ودوت يدرجه أهل العلم وأهل الأداء تحت حاجة اسمها مد التمكين. تمام كده، كصورة من أقسام المدود الطبيعية. تمام. فأنا ما أقولش كده وإذا حييتم بتحية. نعم. ده غلط كده، أنا أسقطت إيه حرف كامل. فممكن نضيف لها حاجة تانية. اتفضل. يعني نخليها ما تبقاش قاصرة على المدود الطبيعية، لان انا عندي ممكن يبقى عندي اكثر من ياء ومفيش مد، المد يبقى في الاول ما يبقاش في الاخر. تمام. يعني مثلا يعني انا تعريف بميل اول تعريف اللي بيقول ان مد التمكين هو تمكين القارئ من نطق ياءين او واوين احدهما حرف مد. جميل. انا ميل مخافه الادغام او الاسقاط. انت احنا اللي بنتكلم فيه ده مخافه الايه؟ الاسقاط. تمام. لان انا ممكن اقول اقراها ازاي؟ واذا حييتم. ايوه كده ضيعت واحده، هذا خطا. لكن في كمان تاني تبقى الياء الماديه في الاول وبعدها ياء متحركه. في يوم كقوله تعالى في يوم. صح. انا الذي يوسوس. احسنت سيدي الفاضل. فكده هضغم، هعمل ادغام. بفضل من الله متفقين. ان شاء الله لا مختلفين. الله يرفعك. اللهم لك الحمد. وانا اميل أميل, اميل التعريف. يبقى حدوم حضرتك بقى. فضل. هصلي على النبي صلى الله صلى عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وتعيد التعريف مره اخرى. طيب سيدنا ربنا يفيك. يعني التعريف دوت يعني انا اخذته من احد مشايخي صلى الله عليه وسلم رحمه واسعه رحمه. كان يقول مد التمكين هو تمكين القارئ من نطق ياءين او واوين احدهما حرف مد مخافه الادغام او الاسقاط. الله. ادغام في حاله لما يكون الثاني هو المتحرك والاول المد. جميل. والاسقاط اذا كان الثاني هو حرف المد. الله اكبر. جميل. ما شاء الله. زي امنوا وعملوا. احسنتم. مش احنا بنسمعها امنوا وعملوا. هي آمنوا وعملوا. نعم. يبقى لابد من ايه؟ بيان الواو المادية. جميل. تمام. جميل سيد الفاضل. طيب يبقى هنقول كده للمشاهدين سيد الفاضل، مش هتقرأ وإذا حييتم بهذا الوصف، لكن تقرأ وإذا حييتم بتحية. تمام. بهذا الوصف. أحسنتم. بارك الله فيكم. وفيكم الله بارك. الله يكرمك. طيب في تعليق تاني. آخر خطأ. طيب. قوله طيب. تعالى أو ردوها. يمشي. تمشي المسألة. جاي باستعلاء الراء
على الدال ويجعلها ضاد. والكلمة كلها مرققة بعد ذلك. ردها إيه؟ من الرد. من الرد يعني الكسر كما جاء في الحديث. خلاص فكادت أن ترد تمام فخذي. نعم. من ثقة يعني المعنى كمان هيتغير. يعني لا مش هتنفع هذه المسألة. نعم. هو يعني ده كمان بيبين الأمثلة اللي بيضربها الشيخ مروان بتبين كمان إن الأمر مش قصر على المبنى بس. معلش سامحوني في اللفظ، في مصيبة. أيوه صحيح. إن أنا أغير مقصود الله في الآية وأغير معنى الآيات، طب احنا يا جماعة ده أنا بعتبرها جريمة. احنا بنتفق يا شيخ مروان ومشاهدينا الكرام بيتفقوا معي أكيد إن شاء الله في هذا، أن تعلم قراءة القرآن هو عبارة عن وسيلة وليست غاية. نعم. احنا اتخذناها غاية. للأسف. وسيلة لغاية وهي التدبر والعمل. طب انا هتدبر ازاي واعمل ازاي وانا اصلا الكلام بيتغير معانيه؟ احسنت. تمام. دعني سيدي استشهد بكلمة ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وانما نزل القرآن لثلاثة اشياء، لتدبره وللعمل به ولتلاوته. نعم. فاصبح ان التلاوة نفسها مع احترام حضرتك ثلث من اجل ما نزل اليه القرآن، من اجل ما نزل له القرآن. طيب بس انا محتاج ان انا اتعلم وما اجعلهاش غاية زي ما حضرتك قلت، في نفس الوقت انا هتعلم ليه؟ عشان اصل للغايه نفسها. تمام. ولذلك كثير من الناس سيدي الفاضل يقول لي ايه، انا بشكو من الخشوع. تمام. وخاصه لو هو مثلا عايز يصلي لوحده مثلا قيام ليل، هقول له صدقني صدقني لو عايز توصل لهذا تمام هتجتهد في اداء القران تمام والمحفوظ نفسه اللي انت عايز تحفظه. ولو نضرب مثالا سوره الواقعه لو هي متقنه اداء وحفظا، ايه اللي هيفضل لك في الصلاه؟ انك هتخشع في كلام الله عز وجل بس الذي أراده الله عز وجل. نعم. نعم. لكن بخلاف ان انا اقعد بقى لخبط واقول او ردوها والكلام ده، طب ما انا كده مش هتخشع ازاي؟ فيش هذا الكلام. نعم. رفع الله قدرك، بارك الله فيك. طيب اخر ايه معنا باذن الله تعالى: الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. وقف كاف. نعم. ومن أصدق من الله حديثا. وقف تام. نعم. هتقول لي الله لا إله إلا هو، ليه ما وقفش عليها؟ لأن ما بعدها متعلق بها تعلق تام. نعم. يعني نعم نعم. لأن لا يجمعنكم إلى يوم القيامة هو الله. نعم نعم. تمام. أحسنتم بارك الله. قبل بس ما تعلق على الأخطاء الشائعة في الآية وآخر آية معنا ومش مهم بقى الصلاه يعني خلينا في الإيه. كثير من الناس أو كثير من معلمي القرآن يتكلم في موضوع مد التعظيم. جميل. تمام. لو أنا بقصر المنفصل ليه هنا إن أنا أوصلها. أقول الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. لو بقصر. الكلام ده حتى فيه خلاف. نعم فيه يعني خلاف. ما عليهوش تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا صلى الله عليه وسلم. تمام. ده بس من باب التوضيح والبيان، لأن في ناس تأخذها على أنها منهج ودين بالضبط كده. فأنا حابب أوضح ممكن تقاتل عليها كمان. ممكن تقاتل عليها. أي نعم. لا والقتال الموجود أصلا على التجويد يعني بالذات في المسائل التجويدية يعني إخواننا ما شاء الله عليهم كانوا تفرغوا ليه يعني تلاقيه قاعد في حد قاعد على النت والله العظيم أنا بتابعه بس بتعب نفسيا يعني لما بيقابلني بس يعني مش بتابعه معناه ان انا بروح له. لا. انا لما بيجي لي عندي يعني أي. قاعد مروش حاجه غير انتقاد الايه المشايخ بس. لا اله الا الله. فده ما ينفعش. الله يعمشي يعني يعني بيبذل جهد كبير يعني هو بيبذل جهد جهاد في غير في عدو. جهاد في غير عدو. نعم نعم احسنت بارك الله. طيب. فيك الاخطاء الشائعه بقى في الايه هم خطئين فقط. قول الحق تبارك وتعالى الله. طب احنا دائما حينما سيد الفاضل بنبتدئ باسم الجلالة همزته همزة وصل. نعم. مفيش ابدا همزة وصل للفظ الجلالة ايه تكون همزتها همزة قطع صح. نعم. تمام. بس بننطقها كقطع الهمزة مرققة ولا لا؟ نعم. طيب عندك يا سيدي الله والله فالله تالله. تمام. ايه الخطأ؟ كله بيبدأ كده بالتفخيم كل دوت عشان ايه؟ عشان لم لفظ الجلالة مغلظة. تمام. فبيدخل لك يقول لك كده الله والله طالله فالله كله بيفخم مع اللام بيستعد طب اللام من قبل من فانا مقابل. هضرب امثله سيدي مقابل. ان اذنتم بارك الله فيكم اداء فاقول كده الله لا اله الا هو. طيب ناخد الواو ما اقولش والله اقول كده والله غفور رحيم. طيب تعالى في الفاء ما اقولش فالله اقول كده
فالله هو العلي الكبير. نعم. أجي لك في التاء ما أقولش تالله لأكيدن أصنامكم. ليه؟ نعم. فأقول كده تالله لأكيدن أصنامكم. أحسن كده. بارك الله فيكم. الخطأ الأخير سيد الفاضل خطأ مشهور جدا، يشمم لك الصاد ضاء حتى وإن لم يخرج لسانه فيها. وده موجود عند بعض القراء. هو طبعا عند حمزة. نعم. صحيح؟ تمام. وهو راوي واحد طبعا إلا أن يكون في الفاتحة. نعم. ومالك يوم الدين راويه ناصر. نعم. وعند صراط والصراط. نعم. لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها. نعم. لدى خلف واشمم لخلادي لوان. خلاد دي بس في الفاتحة فقط. لكن صحيح. خلف لي في القرآن كله. نعم. نعم. بارك الله فيك. فبيقول إيه سيد الفاضل؟ ومن أصدق. طب ما أنت هتغير كده المعنى من جهة، ومن جهة أخرى غيرت حرف كامل. تمام. هذا سيد الفاضل أليس لحنا جليا؟ طبعا لحنا، لأنك أنت كمان ركبت قراءة على قراءة. نعم. غير انها في هذه الروايه صاد. مش صاد مشمة زي بالظبط كده. بالظبط. فسيدي الفاضل انا نخرج من الخطا دوت ازاي عشان المشاهد ما يقولش انتوا نازلين فينا النهارده ايه. ما هو ايه اللقاء معاك سبحان الله يعني. تمام. لا بيبقى فيه اتصالات ولا بيبقى فيه نفس. ربنا يبارك فيه. فقول له قول كده بعد اذن حضرتك وبشر الصابرين. ايوه. هل هيجي في مره هيقولها لي الصابرين؟ ابدا عمره ابدا. وبشر الصابرين بس. فانا محتاج ممكن يديلها سين الصابرين لكن ما يقدرش يديلها بصاد مشمم بس كده. فانا دوت محتاج معيار وميزان لهذه الكلمه فاقول ومن اصدق من الله حديثا. نعم. احسنتم. بارك الله فيكم. الحلقه كانت سريعه جدا جزاكم الله خير ووقتها انتهى سريعا. ده هو عشان وجود حضراتكم. ما شعرنا بيه. ربنا يحفظك ويرفع قدرك. بارك الله. وانا يعني احسب ان الفائده من النقاش مع الشيخ مروان يمكن اكثر يعني ضيوفي في الاستوديو اللي بتناقش معاه يمكن الشيخ مروان، وبتبقى فرصه بصراحه واحسب ان ده مفيد لمشاهدينا الكرام. باذن الله تعالى ان شاء الله ان قدر الله لنا البقاء واللقاء بدءا من الاربعاء القادم ان شاء الله هنبدا في سلسله دروس التجويد. يعني هنبدا الدرس الاول من دروس التجويد. هيبقى معنا بإذن الله تعالى وسائل على الشاشة، وبإذن الله تعالى يكون معنا الوقت بقى نتكلم براحتنا. ودعوة لحضراتكم إن اللقاء ده بإذن الله تعالى هيستفيد منه كل حد، يعني المبتدئ هيستفيد منه بإذن الله، لأن احنا هنبسط قوي وبرضو نتكلم بشكل أكاديمي قوي الاثنين مع بعض إن شاء الله. جميل. رأس الله التوفيق يعني والسداد. نحن هنخلي الأمر بإذن الله تعالى هيبقى لكل الناس وكله هيستفيد منه بإذن الله تعالى. وربما نأخذ في كل حلقة بنتكلم فيها عن حكم تجويدي بعض الآيات نبين فيها كيفية الإيه؟ كيفية التطبيق العملي للحكم، لأن الأصل في الأحكام التجويدية هو التطبيق. نعم. وليس الدراسة النظرية فقط. ولو في مسألة فيها خلاف إن شاء الله نتعرض للخلاف ونبين الترجيح بأدلة بإذن الله تعالى، سواء كانت عقلية أو نقلية عن الأئمة الأكابر. مسدد وموفق، وأنا أول من يستفيد. رفع الله قدرك شيخ مروان. ربنا يحفظكم ويرفع قدركم. في نهاية الحلقة بشكر ضيف في الاستوديو الشيخ مروان يحيى. شرفتني شيخ مروان. الله خيرا. وأسعد بك دائما بإذن الله تعالى ضيفا على برنامج حاد الركب. بارك الله فيك. كما أشكر مشاهدينا الكرام من شاهدوا هذه الحلقة وأعتذر عن عدم قبول الاتصالات، و شكر خاص لفريق العمل ورأس فريق العمل في هذه الحلقة أخونا أيمن النبراوي بارك الله فيه وفريق العمل معه. والتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع حلقة جديدة وضيف جديد. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيان.